السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم أبو موسى العمري، رحب بكم مع منصة الربح السريع للمحترفين. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، وهو أرباح الشركات مهمة جدا. هذه مثلا إعلان شركة بعظيم، كيف أعرف الربح العام وأعرف الأرباح؟ نيجي عندنا هنا، هذا الربح العام، هنا عند الربح العام، ربح السهم في 2021 2.13 و22 2.15، الإيرادات زيادة، إجمالي الدخل زيادة بسيطة، دخل العمليات في نقص بسيط، صافي الدخل زيادة بسيطة، ربح السهم زيادة بسيطة. نروح لمفترق الطرق المهم الذي يتحدث كل 3 أشهر، وهو ربح السهم. مهم جدا 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 جدا، 1000 مرة مهم. عندنا هنا بعظيم، الربع الرابع في 21 26 هلله، بينما الربع الرابع 22 و42 هلله، وهذا يعتبر ممتاز. 9% 16% 8% 60% 60%، هذا عن 21 إلى 22. نروح للي بعده، الربع الثالث 22، الربع الرابع 22، هنا عندي 40 هلله وهنا 42 هلله، معناها في زياده بين الارباع، يعني من السنه اللي فاتت زياده وبين الارباع ايضا زياده، كلها خضراء جميله هنا، وهذا يعطي دعم جيد جدا للسهم بالحفاظ على مستوياته الحاليه في الغالب او الارتفاع. طيب نشوف سهم ثاني، نشوف سهم ثاني بطريقه أخرى. أين أنت يا زجاج؟ هذا زجاج؟ هذا زجاج؟ هذا إعلان 22؟ يا سلام يا سلام يا سلام، هذا 22، عندنا 21 ريال 55، 22 3 ريال 17. طيب يا ربح ممتاز، طيب 3 ريال، التغيير 104، لماذا يعني ما تفاعل السهم؟ ما ارتفع السهم؟ الشركات اللي ربحانة 3 ريال ما هي في القيمة، ما هو مكانها يعني 3 ريال أو 5 ريال. يعني شفنا شركات ربح السهم 3 ريال في 50 في 60، 3 ريال ونص بال 70، 5 ريال ب 100 وشوية، ليش السهم كان يرتفع ثم نزل؟ طيب نروح للأرباح، 21 كان عندنا 37 هلله و22 عندنا 5، هذه عندنا هنا نقص، عندنا نقص في الأرباح واضح، هذا غير جيد. إجمالي الدخل، دخل العمليات، صافي الدخل، ربح السهم، كلها ناقصة، هذا بين 21 إلى 22. هذه أول عملية سلبية. طيب نروح للسابق، الربع الثالث كان ربحان 62 هلله، الربع الرابع 35 هلله، أيضا ناقص، يعني عندنا نقص الآن مشترك، نقص مزدوج الآن عندنا في زجاج، وهذا اللي أثر على ارتفاع السهم. ما شفنا تفاعل في زجاج الفترة اللي فاتت كلها، لأن الربع السابق نزول والربع الحالي نزول. أنا أشرح الأرباح يا أخوان، وأعلم أن هناك بعض الشركات الخاسرة ترتفع، وأعلم أيضا أن بعض الشركات الرابحة بعضها يثبت لا يتفاعل أو ينخفض بشكل بسيط. نحن نتكلم على الأرباح ونشرح الأرباح ونشرح القاعدة العامة الغالبة الثابتة. أنا لن أترك العام لأجل الشاذ، لكل قاعدة شواذ. إحنا نأخذ الأرباح ونأخذ التحليل الفني ونربطها مع بعض. طيب نروح لي مثلا رعاية ونشوف، نشوف رعاية،
هذا رعاية، هذا رعاية، انخفضت أرباح رعاية بنهاية عام 22، خلينا نشوف الإعلان جيدا، لماذا انخفضت؟ تكاليف افتتاح فروع الشركة في الرياض والمنطقة الشرقية ضمن الخطط التوسعية في 2024، تم عمل مخصص. طيب فين الأرباح هنا؟ الربع وين؟ هذه لا إله إلا الله، هذه شيء، هذه الرعاية المستقبلية يعني. ما هي رعاية تبعنا، نبغى رعاية تبعنا، وين الرعاية حقتنا؟ وين رعاية؟ هذه تبعنا، هذه أيوة هذه تبعنا، أيوة نفتح عليها. هذه رعاية ارتفاع 170 مليون بزيادة 25% بنهاية 2022، و2021 كان 3 ريال، بينما 22 3 ريال 79 8، ممتازة، كلها خضراء، خضراء لامعة، وزيادة 25%، والربع الرابع زيادة 51%. طيب نروح للأرباع الآن، ال21 كان عندنا ربح السهم 82 هلله، والربع الرابع صار عندنا ربح 1 ريال، عندنا زيادة 50%، ممتاز جدا. إجمالي الدخل، دخل العمليات، كل شيء أخضر تمام. هذا عندنا الآن العامة، الأرباح العامة السنوية بزيادة، وأيضا يدعمها أرباح الربع أيضا بزيادة. نروح للسابق، الثالث في 22 أعطاني 95 هللة، بينما الرابع أعطاني ريال و24 هللة، أيضا ممتاز بزيادة 30%، صافي الدخل 30، دخل العمليات 19، إيرادات زيادة 5%، إجمالي الدخل في عندي نزول، لازم نشوف السبب حقه، لكن في الغالب الأمور طيبة ممتازة، وربح السهم في زيادة، يعني الربح السنوي ممتاز والأرباح ممتازة، شفنا السهم يرتفع بشكل متواصل من الأرباح السابقة، لو تلاحظون من الربع قبل السابق، من كان السعر رعاية كان 58، ثم ارتفع، ثم أعلن الربع الثالث، ثم ارتفع إلى السبعينات، ثم أعلن الآن الربع وارتفع إلى 89 80، وارتفع جاب لنا قبل كده 95. الأرباح مهمة ثم مهمة ثم مهمة، واضح؟ هذا كان شرحنا لكيف تعرف أرباح الربع السابق والربع المماثل، وكيف تعرف أرباح المضاربات في الشركات الخاسرة، ليس لها علاقة بموضوعنا، لا تخلط الأمور في بعض. من يريد أن يضارب في سهم خاسر لا يخلط للأمور في بعض. هذا موضوع مهم، وهو التعرف على أرباح الشركات. تبغى تشتغل في الخسران الله يوفقك، تبغى تشتغل في الربحان الله يوفقك، هذا ليس موضوعنا الآن. موضوعنا كيف تقرأ أرباح الشركة الكاملة، وفرق الربع عن السنة السابقة، وفرق عن الأرباح اللي جنب بعض، الربع الثالث والرابع 22 22، فكل ربع يصير تحديث، كل ربع يصير تحديث. أنا بصراحة لي سنة مركز على الموضوع هذا، وأحلل وقد ما أقدر أفتح صفقاتي على الشركات الرابحة، ولله الحمد النتائج مرضية جدا. شوف التموين أيضا، هذا التمويل من الشركات اللي حللتها بسعر 76 و77، والحمد لله وصل السهم إلى 94 ريال.
هذا التمويل أغلق على 93، ندخل على ربح الشركة. هذا التمويل عندنا ارتفاع 49%، 55%، 248%، ربح السهم إلى 3 ريال و14. هذا 3 ريال التغيير 1700. نروح للأرباع، هذه الأرباع 21 22 زيادة واضحة 132%، والسابق 87 إلى ريال وشوية 50%، أغلبها خضراء، والسهم تفاعل وارتفع إلى 93 ريال ونفذ 94 ثمانية. إذا كانت الأرباح الربعية تستمر في الارتفاع فهذا يدعم ثبات السهم على الأغلب بإذن الله، ويدعم الارتفاع المتواصل لربح الشركة. بالنسبة للمضاربات الشركات الخسرانة ما لها علاقة بموضوعها، تتعلق بالتحليل الفني، تحليل فني خسران كسبان، تتعامل معه بالتحليل الفني كما تريد. أما هذا الموضوع يهمك كاستثمار، يهمك كمستقبل الشركة، يهمك كتقييم الشركة. بعض الناس خواف، يقول لك أنا خواف، أنا ما أقدر، بعدني عن الخسران، خليني في الربحان، هذا يوزع أرباح. حفظكم الله ورعاكم، وكل عام وأنتم بخير، إن شاء الله العيد سعيد علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.